زي ما بيقولوا أسوأ الفروض وخلاص احنا دلوقتي في مواجهه بينا وهو بيعند وانا مش عارفه اتصرف واحنا خلاص مرحله عند تصرف ازاي ما عنديش اي تصرف تاني اجيبه بيه هقول لك إيه؟ لو لو طفل ممكن بس لو أوه. مراهق لو في مرحلة المراهقة بالظبط المراهق صعب جدا, جداً كده بتبقى كده بيبقى العناد بتاعه مرتبط والسيطرة عليه ما بتبقاش زي الطفل ما زي الطفل طبعا طبعا ده محتاج نوع اخر مختلف ويا الاب بقى لو هو ليه سيطرة اكتر غالبا طبعا في البيت بتبقى الام هي المحتكة دايما بيه فهو بيعاند معاها كتير فالاب هنا لازم يتدخل ويبقى ليه دور وياخده معاه بقى يعني يبقى ناحيه بابا شويه ينزل معاه يخرج معاه يحتويه اكتر يخرجوا في خروجه مع مع نفسهم يخرجوا ياخدوا يدخل سينما ياخدوا يروح النادي يقعد معاه يحاول يقنعه انه ده مش للدرجه انك انت تنطوي تماما ويبقى في عزله لان اعرف كتير من الامهات بتشتكي بتقول ان بالبلد كده بابا شايل ايده بابا شايل ايده الموضوع سايبه خلاص هو بالعكس ده بيقول له انا عايز السيدي بيجيبها له ويسيبه لكن هنا لازم يلعب الجيمز اللي هو عايزة الاسره أو. كلها بالاخ الكبير بالصغير بالام بالاب دي نقطه كل... مهمه جدا يا دكتور الحقيقه فكره اشراك الاب بقى في المرحله دي دور الاب في الوقت ده بيكون مهم جدا لانه بالفعل خلاص بيبقى دور الام طبعا مهم جدا لغايه طبعاً. اخر يعني لغايه حتى ما بيخلف بعدها مم. مم. وبيكمل حياته بس آه. فكره الأم هنا خلاص دورها بيقتصر على فكرة الحنان على التفاهم على الكلام لكن الأب بيكون هو ليه أكتر تأثير على الأولاد في الوقت المراهقة في سن المراهقة ده فلازم بعدين اسلوبنا يعني إيه في تحفيزي <applause> لو أنت قللت من عدد ساعات القعدة على الفيديو أنا هجيب لك كذا لو أنت عندك رحلة عايز تطلعها أطلعك رحلة مع كذا <applause> طب هنسافر بالمكان الفلاني في الصيف لو احنا التزمنا بعدد الساعات المعينة يعني يبقى في حاجه تحفزه بيها ان هو يشراكوا زي ما حضرتك قلت إشراكه معاه لازم يعني اشراكوا في مشاويره حتى العاديه كل اليوميه حالة. اي مشوار عادي تعالى معايا النادي تعال معايا خارجين هنعمل اي حاجه رايحين مشوار البنك رايح مشوار اي مكان صح. لازم نأخده معاه قد ايه ده بيخلق شخصيه مهزوزه الطفل اللي بيبقى قاعد على طول بيلعب جيمز وفي عزله زي ما حضرتك ذكرت بيخلق شخصيه مهزوزه، شخص متوتر دايما ما يقدرش ياخد قرار، منطوي، مش بتاع اجتماعيات، صحيح. مش عايز يقعد مع الناس، خايف كمان، في بعض الناس بيكون عنده نظرة خوف شوية من المجتمع. صح جدا وده ده مشكلتي في الأجيال اللي طالعة، يعني بيطلع لحد ما يبقى جيل إعدادي وثانوي وكلية ومش عارف يدخل يكلم الدكتور بتاعه أو مش عارف يتعامل مع زمايله أو الدفعات، أنا بتكلم بقى على اللي وصل الكلية خلاص، م. هو أنا بيجي الناس ناس بسأله أنت في جروب اتعمل عشان مثلا مذاكرة معينة، أنت مش معهم ليه؟ يقول لا أنا بحب أبقى مع نفسي، هي الكلمة دي؟ بعرف مباشرة لما يقول لي أنا بحب مع نفسي إن هو عنده المشكلة دي من وقت ما هو صغير وهو منطوي ومنعزل مش بي مش بيعامل الناس. مش عايز أعمم من الناس كلها كده، لكن كتير جدا منهم خصوصا الولاد هم اللي عندهم المشكلة بتاعة العزلة والإنطواء وبتخليه عنده رهبة من التعامل مع المجتمع. رهاب اجتماعي اللي هو مش عارف يتعامل مع الناس لان هو متعودش يتعامل مع الناس هو اتعود حطه بقى على الفيديو جيم هتلاقيه عفريت يعني لكن مشكلة التعامل مع الناس بتبقى كبيرة جدا بالنسبة له